بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمالا لموضوعنا فيما يخص دراسات في عالم الليزر، سنتناول في هذا الفيديو أيضا فكرة عمل تضخيم ليزر سوليد ستيت أو ليزر حالة صلبة. معروف هذا الليزر أو معروف آلية عمله. سنتناول هذه المادة، يقول لي ان دي وايل اف كريستال ليزر كريستال، وهو يقول لي ان هذا سكرون يوتيلايزينج ذا موديفايد سيكوريسكي تكنيك ذا يوز اوف هاي كواليتي ستارتنج ماتيريال فور كريستال جروث وذ بلو انترفيرومتري اند بريسايز ميجرمنت اوف بالك لوسز يوزينج ترانسميشن سبكتروسكوبي assures that each crystal will perform to customer specification. يعني هي حالة صلبة، هي شكلها تسمح لنا بالتحكم بما بالأغراض التي يرغب فيها الزبون. هنا هذه الادفانتجز، يقول ان هاي باور هاي افرج باور لينير بولارايز بوتنشال يونيفورم مود ستيمولييتد ايمج كروس سكشن از فيفربل فور لو كونتينوس ويف ثريشولد. هذا ايضا انه عندي موجه مستمره. هاي عندي البارامترات الخاصه فيه. طبعا نحن هنا عندما ادرس هذا الكلام مهم من عندي. الاميشن كروس سكشن هي 1.8 ضرب 10 اس 19 سنتيمتر مربع، نحن نحول هذا سنتيمتر مربع 1.8 ضرب 10 اس 22. وايضا يهمني ايضا في هذا الاطار، لا هو الطلب من الطاقه، لا هذا نكتفي بهذه المعلومه. اذا نقول هنا عندي بهذا ضمن الطاقه. طيب وضعنا شعاع ليزر بنبضة، لو استخدمنا ليزر نبض وتستمر 10 نانو سكند، طول النبضة 10 نانو سكند، والطاقة الانرجي معها طاقة هي 100 ملي جول. كم ستبلغ كثافة الطاقة الخارجية؟ طيب بداية أرد أن نحل هذا السؤال. نقول بأنه عندنا اللاندا تساوي 1.47 بالألف ضرب 10^6 متر. قال لي أن التضخيم 5 أضعاف، يعني عندي الأولى موجودة زائد 5 أضعاف الإشباع عفوا. إذا سيعطيني بأن الـ I هي عبارة عن 6 I transmission، هذه مهمة جدا، يعني حتى يعطيني بهذه الصورة. هنا عندما نتعرف على هذه المعادلة نقول بأنه بخصوص الطاقة بالنسبة لي المساحة، وهنا نقول بأنها تساوي h mu على سيجما. أتذكر بأن النيو تساوي سي 3 × 10^8، أعطاني الطول الموجي، قال أنه 1.47 بالألف ضرب 10^6، وعوض فيها الآلة الحاسبة سيعطيني بأن مقدار التردد 2.82 × 10^14 هرتز. هذا هو التردد. نضمنه هنا، عرفنا بأن السيجما الخاصة هنا هي 1.8 × 10^22 سنتيمتر. أنا أريدها أنا للمتر. كل هذا نضمنه هنا، إذا يكون عندي الإنرجي للثريشهولد، طبعا الإنرجي بالنسبة للمساحة هي ليست إنرجي هنا. أقول أنه 6.63 × 10^34، أعطيها هنا هي F، هي F رمز F، 6.63 × 10^34 مضروبة في 2.86 × 10^14
على السيجما كما قلنا أنها 1.8 ضرب 10 سالب 23. لو حللت أنت بهذا الكلام لابد أن يعطيك، عوض في الآلة الحاسبة سيعطيك أن مقداره 1.6% ضرب 10 أس 4 جول لكل متر مربع بهذه الصورة. طيب التيبيكال هو حتى لو لم يعطني إياها، الشخص الذي يعمل في الليزر يعرف كم هو التيبيكال دياميتر في هذه الصورة. التيبيكال دياميتر مفروض أن يكون موجود هنا أيضا في الثوابت، مفروض أن يكون موجود معي. غالبا هنا ما تكون أنا عندي غالبا ما تكون دايمترها، هي دايمتر 3 مليمتر لينث بلس بهذه الصورة، يعني تقريبا 3% مليمتر، 3% مليمتر تقريبا، يعني ستعطيني أن 3% مليمتر دي 3 مليمتر، إذا ليس 3 مليمتر. إذا هنا لابد لي أن أحاول أن أجد بداية قيمة، أنا عندي هنا الجول لكل متر مربع، أنا عندي الآن جول لكل متر مربع، إذا أستطيع أن أقول بأنه 1.6% ضرب 10 أس 4 جول لكل متر مربع ضرب 3 ضرب 10 سالب 3 التربيع على 2 باي، حتى لا أنساها، لا عوض فيها الآلة الحاسبة، سأعطيك أن قيمة الطاقة الآن هي 0.075 جول، 75 بالألف جول. طبعا هو قال لي هنا، قال لي بأنها يعني هنا سنحاول أن نضخم هذا. لاحظ يعني هذا الكلام 75% جول هو دون الإشباع. الإشباع احنا قلنا الإشباع هو قال لي أنه 100 ملي جول، هذه عندي أنا 75 ملي جول، إذن هو دون هذا الكلام. إذن نتوقع بهذا الإطار أنه لو نحن ضمننا في هذه الصورة، قلنا أنه عندي 100 ملي جول، 100 ملي جول ضخمناها ضربناها بخمسة، سيعطيني بأنها ماذا؟ عفوا ضمناها بستة، هي 6 أضعاف، ستعطيني 600 ملي جول. إذا ضخمت الشارة، ضخمت الطاقة، عفوا ليست الشارة، ضخمت الطاقة بمقدار 6 أضعاف. إذا استخدمنا هذه الصورة، لاحظ هنا يعني أنا هنا فقط أود أن أنوه أنه لكل مادة تقريبا لها الثابت الخاص فيها، يعني عندي الـ H ثابت، التردد ثابت، cross sectional area أيضا ثابت. هنا قد نعتمد هنا على طول النبضة، يعني هي معلومة عطيت لنا أن الليزر الذي سنستخدمه سيكون نبضه 10 نانو سكند وطاقته 100 ملي جول. هذان الاثنان هما ما يتدخلان، الباقي كله ثابت، يعني لابد لنا من الاهتمام مقدار الطاقة في هذا الليزر تحديدا، نهتم مقدار الطاقة التي نزود فيها النظام حتى يعطينا شارة مضخمة، وإلا باقي الأشياء كلها ثابتة في هذه الصورة، من الصعب جدا أو من المستحيل يكاد أن نتلاعب بها كما نشاء. أيضا لعب دور كبير عندي آلية التضخيم، مرغب بتضخيم 6 أضعاف، هذا أيضا يلعب دور كبير جدا في آلية الشرح. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم، لا تبخل بعمل الشير واللايك، اشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. شكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.